السلام عليكم. مثل العشرون من ديسمبر من العام الماضي فاجعة كبيرة للوسط الصحفي والسياسي في اليمن برحيل عميد الصحافة الاستقصائية محمد العبسي. وبعد عام على رحيله لا يزال الغموض سيد الموقف في قصة كيف مات محمد. الصحفي الاستقصائي الذي كان يفتش عن أسرار الفساد ويكشف الصفقات المشبوهة من العيار الثقيل حتى الآن يبحث موته عن رحلة استقصاء تكشف سر رحيله المريب. صرحت أسرة العبسي قبل أشهر أن النيابة والأجهزة القضائية الخاضعة للحوثيين تتجاهل متابعة القضية بعد أن كشفت تقارير الطب الشرعي عن فاعل خفي وراء موت محمد. وكما يقال، إذا أردت أن تقترب من الفاعل فابحث عن المستفيد من الحادثة. والمستفيدون من غياب العبسي هم من أصبحوا أثرياء في ليلة وضحاها خلال الفترة الماضية، بارونات النفط كما كان يصفهم محمد. لكن لماذا يرفض الحوثيون إجراءات النيابة ومتابعة ملف القضية؟ هل هناك هوامير فساد يقفون على هذه الجهود من خلف الستار؟ وأين جهود المنظمات المحلية والدولية في الكشف عن قتلة العبسي وتفعيل الملف دوليا؟ وأخيرا مشاهدينا الكرام، إلى متى ستستمر الميليشيا في اختطاف 17 صحفيا من زملاء العبسي دون ذنب؟ أعزائنا، هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها هذه الليلة في برنامج المساء اليمني، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. في 20 ديسمبر العام الماضي أعلنت أسرة الصحفي محمد العبسي أنه توفي في ظروف غامضة بصنعاء، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال قضيته في عداد المجهول. في تقديري أنها يعني نوع من يعني المحاكاة السياسية. برحيل العبسي خسرت الصحافة اليمنية واحدا من فرسانها، وبين ديسمبر العام الماضي وديسمبر هذا العام مسافة فاصلة خلفها رحيله لدى أسرته ومحبيه. تمر الذكرى الأولى لغياب واحد من أهم الصحفيين الاستقصائيين، ولا يزال قتلته طلقاء. في سبتمبر الماضي تقدمت أسرته بشكوى إلى النائب العام الموالي للميليشيا الإنقلابية، اتهمت الجهات المعنية بالتقصير في التحقيق بوفاته، قائلة إن هناك إهمالا متعمدا من قبل النيابة، وموضحة أن النيابات المختصة تغض الطرف عن القضية. وجاءت الشكوى بعد أن أوضحت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. باستمرار تجاهل القضية وعدم تقديم القتلة للعدالة، يستمر تصريف الوجع المتراكم لأسرة العبسي. فوالده الذي انتظر أن يرى الجناة في قفص الاتهام لم يتحمل طويلا وفارق الحياة بعد أن ظهر يغالب القهر المترسب في قاع الروح على ولده المغدور محمد، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عاما. لم يكتفي الجناة باغتياله، بل ذهبوا بعد موته للعبث بضريحه وتحطيمه في واحدة من أبشع الجرائم انتقاما حسب متابعين. عاجزا عن الإرادة أيضا لأنك تركته دون سابق. ولئن مرت الأعوام سيظل حضورك باقيا بعد رحيلك، كم كثيرة هي الدموع قبلك وبعدك. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة في هذه الليلة سيكون معنا عبر سكايب الصحفي غمدان اليوسفي من هولندا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك غمدان، وبداية كيف تمر عليك وعلى اليمنيين وبالذات من عرفوا محمد العبسي ذكرى أو الذكرى الأولى لرحيله؟ ربما من الإنصاف القول أن يعني المنكوب الأول في هذه الحادثة قد تكون أسرته التي يعني فقدت أولا عائلها الوحيد، إضافة إلى فقدان الأب بعد فقدان الابن. يعني ربما يعني نكرر عزاءنا يعني ولو بعد يعني عام من رحيل العبسي لشقيقات الزميل والصديق محمد العبسي، واللي عانين خلال هذا العام ربما أكثر مما يعني عانى يعني بقية الأسرة الصحفية. ربما لا نشعر نحن بمعاناة من لم يتواصل بشقيقات العبسي في هذه الفترة خلال العام الفائت. نعم،
غمدان، ما زلت معنا؟ يبدو أن الاتصال توقف بغمدان. نعم، لم يعد معنا، سنحاول التواصل بك غمدان. وأنت كنت تتحدث فعلا عن، عاد إلينا غمدان وهو يتحدث عن يعني ربما أن الكارثة أكبر لدى أسرة محمد، شقيقاته اللائي تركهن. تفضل غمدان. يعني قلت أن الذي لم يتواصل بشقيقات العبسي ويعرف حجم معاناتهن ربما لا يدرك يعني حجم المعاناة، سواء النفسية أو حتى الضغوط التي تخفى على الشاشة يعني أو على الإعلام. يعني في النهاية لم يمت محمد العبسي فقط وانتهى هنا الملف، يعني تواصل موت محمد، قاتل محمد العبسي تواصل بشكل ربما يعني حتى لا نستطيع ذكره بسبب. نعم غمدان، يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. إذن يعني بالفعل الوجع هو شديد على أسرة محمد، خاصة أن الملف لم يقفل بالطريقة التي يفترض بها أن تكون، تكريما على الأقل لجهود محمد. نعم غمدان، يعني إذا جاز لي الحديث ربما سأتحدث عن وزارة الإعلام، عن جهة الرسمية، ربما هي الطرف الأول التي يجب أن نوجه لها اللوم ونوجه لها العتاب. يعني في النهاية هذه هي الجهة التي يعني يفترض أنها ترعانا في هذه اللحظة، يفترض أنها ترعى كل صحفي، سواء أولئك الذين غادروا دنيانا أو أولئك الذين بعضهم جرحى، أولئك الذين يعني في السجون اليوم. يعني إذا جاز لي التعبير، يعني أنا عتبي على وزارة الإعلام أول، من وزير الإعلام بشكل مباشر. نعم. يعني لدي علاقة وتواصل به بشكل مباشر، لكن يعني هذه العلاقات لا تكفي. أنا سأتحدث اليوم بالتفاصيل عن ما حدث ملف محمد العبسي خلال العام المنصرم. خلال العام المنصرم حاولنا فقط توفير ربما الشيء التافه، الشيء القليل الذي يعني لا يجوز حتى ذكره في كل يعني مشاورنا، يعني في كل مشوارنا الحياتي المهني وغيره. محمد العبسي كان يعمل موظفا في الحكومه، ويفترض انه يعني لديه راتب في حال مغادرته يستمر راتبه لاسرته. اليوم تمر عام، يعني من المخجل ان اقول لكم ان محمد العبسي راتبه حتى هذه اللحظة لم يصل إلى أسرته. أنا أشكر فقط بشكل شخصي رئيس الوزراء، هو الشخص الوحيد الذي كان مهتما بهذا الملف، وأشكر يعني أيضا بشكل مباشر الزميل فخر العرشي، هو الوحيد الذي يعني تابع بعد هذا الملف. إلى هذه اللحظة ما زال الراتب يعني لأسباب فنية ما زال في عدن، حتى أنهم حين صرفوه إلى يعني فرع يعني إحدى شركات الصرافة إلى عدن، واليوم أسرته تعامل على يعني إجراءات وكالة لكي يتم تسليمه لشخص ثم إرساله إلى العاصمة صنعاء. وهذا الراتب يعني هي فقط رواتب 4 أشهر من إجمالي سنة كاملة. نعم. يعني ما الذي قدمه رئيس الوزراء غمدان؟ رئيس الوزراء يعني للأمانة هو الذي يعني تابع بعد هذا الملف لكي يمشي في وزارة المالية، لأنه في النهاية وزارة الإعلام غائبة عن المشهد. اكتفى وزير الإعلام يعني بالتوجيه على صرف الراتب، ويعني وحين تواصلنا به عدة مرات، أنا تواصلت به بشكل شخصي، وكان الرد أنه حين يأتي رئيس الوزراء إلى الرياض، وتكرر هذا الرد، وأصبح الرد هذا ممل، بدلا من أن يقول حين سأذهب إلى عدن يقول حين يأتي رئيس الوزراء إلى الرياض. يعني لماذا لا يفتح مكتب لوزارة الإعلام في العاصمة عدن، وتدار يعني مؤسسات الدولة من هناك؟ اليوم لدينا صحف مختطفة، لدينا صحيفة الثورة تصدر في صنعاء تحت أيدي الميليشيات، لدينا صحيفة الجمهورية تصدر في صنعاء انتزعت من محافظة تعز وتصدر اليوم في صنعاء تحت إدارة الميليشيات، وتم تعيين لها يعني رئيس تحرير وتصدر اليوم في صنعاء. لدينا إذاعات، لدينا كلها تحت سيطرة الميليشيات، ونحن ننتظر من وزير الإعلام وبقية الوكلاء من يعني من الزملاء أو من خارج حتى الزملاء الذين تم تعيينهم وكلاء، يعني أن يعودوا إلى عدن على الأقل، أن يفتح حتى لهم مكتب غرفة في داخل مدينة عدن، لكي يعني لكي نبث معاناتنا نحن. يعني اليوم لدينا 38 صحفي أو 39 صحفي، وكالة 7 تم يعني إصدار
قرار فصلهم وغيرهم في صحيفة الثورة. نعم غمدان، لو دعنا بداية نركز على موضوع محمد العبسي ثم نأتي إلى موضوع الصحفيين بشكل عام، وهو موضوع يعني بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت أطول، سأفرد مساحة بالتأكيد في نهاية الحلقة. ولكن محمد يعني عفوا غمدان، لو تحدثنا أولا يعني عن ملابسات ملف موت محمد، يعني الذي قدم لمحمد شيء لا يذكر كما تفضلت، ولكن يعني دعني أعود معك إلى الوراء قليلا. شكلت لجنة من حقوقيين ونشطاء ومن أسرة أيضا العبسي لتقصي ملابسات وفاته. حتى الآن لا يوجد أي نتائج باستثناء تقرير واحد يقول أن الراحل توفي بغاز أول أكسيد الكربون، يعني ما هو تعليقك على هذه النتائج؟ ولما يعني اكتفت اللجنة التي شكلت بهذا التقرير؟ يعني ربما نحن اكتفينا بسبب العجز، وليس يعني أعتقد أنه يعني حاول الزملاء، حاولت الأسرة، حاول يعني كثير من الأطراف أن يتم يعني استمرارية هذا الملف يعني كحقوقي وكقانون، لكن ربما يعني كما يقول المثل اليمني إذا غريمك القاضي من تشارع، يعني فوصل الملف يعني إلى 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 طريق مسدود، يعني النائب العام في النهاية هو حوثي وسلالي، يعني بقية يعني تفاصيل الحياة اليومية نحن ندركها في العاصمة صنعاء، أيضا يعني العبء الثقيل على يعني على شقيقات يعني الراحل، يعني عيب ربما لا احد يستطيع ان يذكره. اليوم يعني تواصلت حتى بخواته حتى الساعات الاخيره، حتى ما قبل ظهوري على هذا البرنامج، وربما كان حتى هناك مخاوف من ان نتحدث بحديث قد يعني قد يؤثر عليهم في داخل في وهن مقيمات في العاصمه صنعاء، يعني لا اخفيكم هذا هذا الكلام، وبالتالي يعني الحديث عن مساله الملف القضائي والملف الحقوقي لمحمد العبسي اصبح يشكل عبء علينا جميعا، سواء عيب علينا نحن الذين يعني نريد أن نتحدث عن أو عيب على أسرته التي يعني مجبرة على الصمت في ظل هذا الوضع، يعني يتم الوصول إلى مرحلة تخريب يعني الضريح، فأعتقد يعني ندرك حجم الخساسة في 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 في, في التعامل. ما هي الرسالة التي أراد يعني أو يعني أريد لها أن توصل من خلال تخريب ضريح الراحل محمد، ولما يعني اختير هذا التوقيت بالذات برأيك؟ ربما حين ظهرت يعني تلك التصريحات يعني من أسرة الزميل محمد، يعني أن الملف القضائي لم يتم تحريكه، وأنه تم يعني وأن هناك قصور، وبدأ الظهور إلى الإعلام ولو حتى بهذا الشكل يعني الخفيف، بهذا الشكل الخجول، مع ذلك لا يريدون الحديث عن محمد العبسي، يريدون دفن محمد العبسي ودفن تاريخ محمد العبسي، لكن محمد العبسي في النهاية تاريخ صحفي ومهني لا يستطيع أحد دفنه، يكفي أن 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 نظل يعني بهذه الإطلالة سواء من قناة بلقيس أو سواء الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المدونات التي ما زالت إلى اليوم، وأنا يعني أتمنى ويعني وأطالب وأناشد يعني الجميع بأن يتم احتفاظ بنسخة من مدونات محمد العبسي لكي تكون درس لأجيال الصحافة القادمة، لكي تكون لنا نحن أيضا تذكير ووخز ضمير، يعني كي ندرك لماذا قتل محمد العبسي. يعني اليوم حين تفتح صفحة محمد العبسي أو مدوناته التي ما زالت موجودة اليوم، سواء المدونة الخاصة فيه أو سواء مدونة يعني تحالف مناهضة يعني صفقة الغاز التي أنشأها في العام 2011، يعني كل هذه يعني يعني تؤرشف لحجم الفساد الواقع في ملف النفط والغاز ويعني وملفات الكهرباء وغيرها من التفاصيل. يعني ربما الوحيد محمد العبسي الذي ألفت إلى قضية أن يعني أن قادة ميليشياويين ميليشيا الحوثي يعني يقومون باستيراد صفقات نفط يعني باسم شركة النفط اليمنية الرسمية، وذلك لكي يتم إعفائهم من الضرائب والجمارك. يعني تحدث عن التفاصيل التي دارت حول يعني وأتى بها بالأسماء، يعني كان يتحدث عن يعني عن حسن الصعدي، كان يتحدث عن
عن يعني عن احد الشخصيات يعني الاخرى في ميناء الحديده، ثلاث شخصيات اخرى كانت تستورد يعني النفط باسم شركه النفط وتنزلها في ميناء الصليب، تحدث يعني واتى كلها بالاسم، يعني كل هوامير الفساد كان يتحدث عنهم بالاسم. ربما هذه الجرأه التي دفع ثمنها ربما يعني من المهم الا تذهب سدى، من المهم ان تبقى رساله للجميع، كما ان الفساد قاتل، الفساد يذهب بالارواح، الفساد يذهب باقتصاد البلد، الفساد يذهب يعني بوطننا ككل، يعني كان يعني هو من يعني ابرز الى العلن كل يعني حجم التهور، حجم يعني عدم الحياة حتى يعني قلة الحياة، وكان يتحدث انه يعني انه حتى ما فيش حياة في مسألة يعني الفساد في مسألة بيع النفط في السوق السوداء، وانه اصبح بشكل رسمي الى جانب تصاريح من يعني من 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 شركة النفط نفسها. يعني هذه الملفات نعم. كلها اعتقد نعم غمدان يعني ينضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ نبيل اسيدي عضو مجلس نقابه الصحفيين اليمنيين من جنيف. مساء الخير استاذ نبيل. مساء النور، اهلا بك معنا. وبدايه ما الذي يمكن ان يقال في الذكرى الاولى لرحيل محمد العبسي من قبل نقابه الصحفيين؟ ما يقال في حق محمد العبسي أمر قليل حتى الآن، لأنه كان أحد رواد الصحافة الاستقصائية وأبرزهم، وأيضا أحد أبرز الضحايا الذين يعني خلال المرحلة الماضية، وكانت طعنة كبيرة للصحافة والصحفيين، قدمت أن هناك مؤشرا خطرا على حياة الصحفيين، وأن هناك أساليب جديدة للتخلص من الصحفيين وإعدامهم وإعدام الشهود وإخفاء الحقائق. محمد العبسي لم يكن صحفيا عاديا بقدر ما كان نموذجا للصحافة الاستقصائية النادرة في اليمن، وتناول الكثير من القضايا التي تمس الشارع ولها أهمية قصوى ومرتبطة أيضا بكبار هوامير الفساد. شخص وصحفي لم يكن مرضيعا منذ الحكومات المتعاقبة أثناء حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأيضا أثناء حكومة الوثاق الوطني ما بعد الثورة، ومرورا وانتهاءا بسلطة الأمر الواقع في التابعة لميليشيات الحوثي، وكلها مارس ضده العديد من الانتهاكات، كان أبشعها ما قامت به الميليشيات من الجريمة التي وقعت تحت سلطتها وسيطرتها، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية الكبرى عن جراء هذه الجريمة. ما زال الحقد يتوالى أو ما زال يخيفهم محمد العبسي حتى بعد اغتياله وهو داخل القبر قبل تقريبا شهر، تم تدمير ضريحه، وهناك من قال بأنهم يريدون طمس هذا القبر. الأمر واضح جدا بأنه ما زال يشكل رعبا لهم. وبالنسبة لنقابة الصحفيين فإنها لن تترك هذه القضية مغلقة. ما الذي قدم حتى الآن أستاذ نبيل من نقابة الصحفيين لهذه القضية؟ أولا أنا أحيي شجاعة أسرة الزميل محمد العبسي التي كان لها الدور الرئيسي في عملية إيقاف الدفن، وأيضا متابعة القضية، وأيضا إشراك الكثير من المنظمات لمعرفة حقيقة ما تعرض له محمد العبسي. أيضا الزميل غمدان اليوسفي المتحدث سابقا كان له دور مهم في متابعة القضية وأيضا وضعها في الجانب الإعلامي. النقطة الأولى اللي كانت تهم الصحفيين ونقابة الصحفيين والأسرة هي ما هي الأسباب التي أدت إلى وفاة محمد العبسي، وكان هذا عبر يعني جهود مضنية لمعرفة الأسباب وإرسال العينات إلى إيقاف الدفن وإرسال العينات، ومن ثم معرفة النتيجة ومعرفة أنه تعرض للسم بأول أكسيد الكربون. إلى هنا يبقى أمر مهم جدا وهي التحقيق، فتح تحقيق محايد ومستقل لمعرفة الجهات المتورطة بهذه الجريمة.
ونحن في نقابة الصحفيين نشعر بأن السلطة الأمر الواقع في الميليشيات الحوثي ليست أهلا لهذا التحقيق وليس هناك إجراءات قانونية سليمة صحيا خلال هذه الفترة. وبالتالي مثل هذه الجرائم وفق النظام الدولي أو الإنساني لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب فتح القضية ونعد بفتح القضية حينما تكون هناك الظروف الآتية والصحية والقانونية والتشريعية. نحن الآن لا يوجد لدينا أي قانون وأيضا أي جهات ضبطية وأي جهات إدارية. ألا يمكن الضغط يعني تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مقتل الصحفي خاصة بالتعاون مع اتحاد الصحافة الدوليين؟ اتحاد الصحفيين الدوليين ونقابة الصحفيين عبرت أكثر من مرة عن رغبتها وعن بمشاركة في لجنة تحقيق مستقلة وإرسال بعض الشخصيات من جهتها، لكن الجميع يعرف بأن سلطة الأمر الواقع ترفض ورفضت الكثير من الإجراءات أو من النداءات أو المناشدات في هذا الجانب، بل أنها أهملت أي نداءات دولية أو لمنظمات دولية وإقليمية في هذا السياق، لأنها ربما تخشى على أن تظهر الحقيقة ويعرف من هو المجرم. إذا كانت تلك الميليشيات بريئة من دم العبسي فعليها أن تفتح المجال لجهات دولية تحقق في هذا الأمر. بالإضافة إلى نقطة رئيسية أحب أن أشير لها، أن قضية الزميل محمد العبسي هي ضمن القضايا الرئيسية والمهمة للضحايا الكثيرين من المدنيين، والأمر الذي يحتاج إلى تحقيق مهم وتقصي للحقيقة. وبالتالي هناك تشابك فيما يخص القضية الصحفية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين ضمن آلية الانتهاكات الشاملة للمدنيين التي يتعرضون. هناك معروف أن هناك صراع إقليمي وسياسي حول هذه النقطة، وبالتالي ربما يكون هناك فتح المجال لمثل هذه التحقيقات قد ينعكس على بقية القضايا. نعم، إذن أستاذ نبيل، يعني حتى يعني في مسألة التحقيق، يعني أسرة الصحفي محمد العبسي تحدثت أيضا أن النيابة تماطل في التحقيق ولم تثبت جديتها في هذا الأمر. يعني ما هي الدواعي أن يعني يتخوف أو تتخوف الميليشيا من فتح تحقيق مستقل لمعرفة سبب وفاة محمد العبسي؟ الأمر واضح جدا، يعني كانت بالنسبة لنا من يتخوف من إجراء التحقيق أو من إظهار النتيجة، ومن حاول إرغام أو التسريع بدفن الجثة وإرغام الأسرة، وربما الكثير من الأشياء ليس الوقت لذكرها من أجل إخفاء الحقيقة. دليل واضح على أن المتهم والقاتل ومرتكب الجريمة واضح بالنسبة لنا، ومع ذلك نحن لا نلقي التهم جزافا. نحن ما زلنا نطالب بالتحقيق عادل وشامل في هذه القضية، إشراك المنظمات حتى إشراك المنظمات الدولية ونقابة الصحفيين وأسرة المجني عليه في هذه القضية. الأمر واضح جدا، يعني المماطلة التي حاصل من النيابة دليل على أن هناك على ثلاث يعني أيدي هذه الميليشيات بهذه الجريمة. نعم، دعني أستغل وجودك معنا أستاذ نبيل لنتحدث أيضا عن الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الصحافة بشكل عام والصحفيين. يعني قرابة 17 صحفي لا زال مختطف لدى الحوثيين، خرج الصحفي يوسف عجلان بمبادلة أسرى. يعني إلى أين يمكن أن يستمر هذا الملف؟ ما هي جهودكم فيه؟ بالنسبة للملف الصحفيين والانتهاكات، ما زال هذا الملف مؤلما وموجعا للوسط الصحفي برمته. هناك جماعة فاشية تستهدف الإعلام، تحاول اغتيال الشهود واعتقالهم وإخفاء الحقيقة، وهي أمرها واضح جدا منذ دخولها للعاصمة صنعاء، منذ اقتحامها للتلفزيون وسيطرة على المؤسسات الرسمية الإعلامية، وهي الآن تمارس نفس الدور في كتم الحقيقة. هناك تدارس من الاتحاد الدولي للصحفيين بتفعيل قضايا عدم الإفلات من العقاب وأيضا إعداد ملفات في هذا السياق، ومع ذلك يبدو أن الميليشيات لا ترغب باحترام أي قوانين إنسانية ولا حتى قوانين أخلاقية.
ما زالت تمارس هذه الانتهاكات بشكل مضطرد. إلى الآن أرقامنا يعني تصل إلى أكثر من 160 صحفيا تم اختطافهم خلال الثلاث الأعوام الماضية لفترات مختلفة. اليمن أصبحت ضمن ثلاثة دول الأخطر على حياة الصحفيين، وتراجعت إلى المرتبة العاشرة في أكثر الدول سوءا في الانتهاكات للحريات الصحفية. الأرقام أيضا مخيفة في حالة التعذيب الصحفيين، تم يعني هناك حالات تعذيب متواصلة للصحفيين المختطفين في سبرين، يمنع عنهم الزيارة منذ 6 أشهر، الزيارة أو تزويدهم بالبطانيات والملابس الشتوية وغيرها. أيضا رغم المناشدات الكبيرة من المنظمات الدولية إما لزيارتهم أو لإحالة الصحفيين المصابين بوعكات صحية وغيرهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، خاصة وأن هناك من الصحفيين من أصبح شبه عاجز جراء التعذيب وإصابته بالعمود الفقري. نعم. عبد الخالق عمران، عبد الباسط القاعدي، أكرم الوليدي، الأرقام تتزايد. إذن شكرا جزيلا لك نبيل أسيدي، عضو مجلس نقابة صحفي اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أستاذ غمدان، اسمح لنا أيضا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غمدان. أستاذ غمدان، يعني تحدث مع الأستاذ نبيل عن الأسباب التي تجعل النيابة تماطل في مسألة التحقيق، وأيضا تخوف أسرة الشهيد من الظهور والحديث عن تفاصيل سعيهم وراء هذا التحقيق المنصف والجاد. برأيك لما يحدث ذلك؟ يعني الخوف ربما من الصحافه، يعني كما تحدث يعني الزميل نبيل، بدا من اول يوم ويعني وصلنا الى هذه النتيجه، يعني وصلنا الى وسيله ل يعني لاسكات الاصوات باي طريقه كانت، سواء بالتسميم، باغلاق وسائل الاعلام، بالسجن، بوضعهم درع بشريه، بقنصهم، يعني كل التفاصيل حصلت يعني خلال هذه المرحلة السابقة. أو يكفي يعني هذا الحديث ربما هو ليس يعني نوع من الاتهامات بقدر ما هو واقع مفروض. يعني لو سألنا أنفسنا سؤال، يعني أين يوجد صحفي معتقل في اليمن حتى هذه اللحظة؟ لا يوجد سوى لدى ميليشيا الحوثي كل هذا الكم من الصحفيين المعتقلين حتى اليوم، إضافة إلى يعني صحفي مفقود في حضرموت بحوزة تنظيم القاعدة منذ فترة، يعني منذ قرابة العامين. أما غيره لا يوجد صحفي معتقل حتى هذه اللحظة. تم اعتقال كل هذا الكم من الصحفيين المعتقلين حتى أحد الصحفيين في محافظة مارب، وأعتقد أنه تم الإفراج عنه. يعني من الذي يتخوف اليوم من الصحافة غير أولئك الذين يعني يخافون من حرية الكلمة؟ أتحدث اليوم بعد، يعني أنا شاركت يعني قبل أسبوعين في يعني في العاصمة الأردنية عمان مع وفد يعني من كل الصحفيين من كل الأطياف، يعني خرجوا من يعني ومروا عبر يعني الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وعدد مهول من هؤلاء الزملاء قدموا من العاصمة صنعاء، يعني لم يحدث لهم أي مشكلة منذ سفرهم يعني من العاصمة صنعاء وحتى عودتهم من العاصمة صنعاء. يعني لا يوجد إشكالات أو تصفية حسابات مع أحد، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن يعني
يعني هؤلاء الذين يمشون تحت تهديدات وتنفيذ يعني ووعيد عبد الملك الحوثي، كما جاء في هذا يعني البرومو الذي كان في الفاصل. نعم. يعني هو توجيه مباشر وصريح أنه يعني هذا الصحفي هو أخطر من يحمل السلاح في الميدان، فاقتلوا الصحفي أولا يخلو لكم يعني وجه الانقلاب في داخل العاصمة صنعاء. نعم. فبالتالي تم التنفيذ يعني بشكل مباشر كما حدث مع الزملاء في مدينة تعز، كما نشاهد هذه اللقطة يعني لأحمد الشيباني في مدينة تعز، كما حدث لمحمد اليمني، هؤلاء الذين قتلوا قنصا يعني بشكل مباشر بشكل عمد، يعني هم يدركون أنهم يحملون كاميرات وبالتالي تم قنصهم، يعني لم يكونوا يحملوا سلاح، ويعني وهذا تنفيذ بشكل مباشر. ما حدث للزميل محمد العبسي، ما حدث من اعتقالات سواء للمعتقلين الذين ما زالوا في السجون اليوم ليوسف للزميل يوسف الذي خرج قبل أيام، يعني كل هؤلاء هو تنفيذ لأوامر بشكل مباشر من زعيم الميليشيا والذي أصلا سيطر على وسائل الإعلام بشكل كامل. يعني اليوم لا يوجد وسيلة إعلام في العاصمة صنعاء غير تابعة للحوثي، كان لدينا وسائل إعلام أخرى تابعة للمؤتمر الشعبي العام، تم السيطرة عليها يعني خلال يعني منذ 2 ديسمبر إلى اليوم، ولم يعد هناك سوى الصوت الواحد في العاصمة صنعاء، وبالتالي هذا القمع، هذا التخويف سواء يعني لشقيقتنا شقيقة محمد العبسي، سواء تخويف لبقايا الأسر. يعني أتحدث عن يعني الزميل محمد الضبيان الذي يعني اعتقل أخوه بجريرة شقيقه فقط، يعني اعتقل لأن يعني من داخل محل، يعني كان يعمل في محل تجاري ليس له علاقة لا بالصحافة ولا بالسياسة ولا وليس له علاقة بشيء، فقط أن شقيقه صحفي يعمل في قناة سهيل، فبالتالي يتم اعتقاله ويعني ويدعه في السجن ثم يقتل يعني في ضمن يعني الحادث الذي وقع حين وضعوهم دروعا بشرية في أحد المعسكرات، وتم يعني قتلهم إلى جانب عدد كبير من الناشطين والسياسيين. اليوم ربما حتى هذه اللحظة لم تظهر القائمة النهائية. نعم. لهؤلاء الضحايا الذين وضعوا في كاو الدروع البشرية. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الكاتب محمود ياسين من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور. أهلا بك. بداية أستاذ محمود، ما الذي يمكن قوله بعد مرور سنة من رحيل محمد العبسي في ظل استمرار هذا الغموض في قضيته؟ التقرير الطبي كان واضح أنه تسمم بالعائلس، لكن ما نعرفه نحن كصحفيين هنا في صنعاء أو حتى في الخارج، نعرف تفاصيل أو تكهنات أو حيثيات قد نبني عليها فكرة الاغتيال أو أنه تم تسميمه حمدا أنه كان بسبب فتح ملفات خطرة في فساد صفقات النفط وكذا. أنا الآن أتحدث نهاية من صنعاء أشياء، وممكن حتى أقول كل ما لدي مثل ما غمز عن قبل شوي تكلم بما لدي هو في منها. أنا الآن لا يمكن أن أقول كل ما لدي وهو فعلا يعني لا يمكن صحيح حتى بدون الخوف، لا يمكن الجزم أنه كانت قضية اغتيال، لكن التقرير الطبي كان واضح أنه تسمم، لكن أنه تسمم بالغاز. احنا ما عرفنا شننا على محمد، وانه ما عرفنا شن نتتبع القضية الى الان، اكتفينا بالتقرير الطبي، لم نصل الى نتيجة نهائية مقنعة مؤكدة ما ان كان قد غتيل ام انها حادثة عرضية، ولا احد يجرى على البحث في هذا الامر الان. نعم. من داخل الاراضي اليمنية. نعم. اذا هل تعتقد ان القتلة استطاعوا محو اثار قتل العبسي وتقييد هذه الجريمة ضد مجهول؟ الآن احنا أشياء في وضع منذ أكثر من سنة، يعني كثير من الجرائم تحدث، ليس القضية فقط محمد العبسي، جرائم كثير تحدث لا نملكها ونحن بوضعيتنا هذا من انهيار الدولة أصلا وعدم وجود ضمانة لأي عمل بحثي أو حقوقي أو عمل تقصي حقائق في وضع كهذا. ليست جريمة محمد فقط، جرائم كثيرة، يعني إن كان محمد قد قتل مسموما كيف نتصرف، يعني ما الذي يمكن فعله غير انتفاء ذلك التقرير؟ الآن نحن في صنعاء، حريات مصادرة، لا يمكن الصحفي يمكن أن يعمل كما يريد، ولا يمكننا أيضا أن نقول كل الذي لدينا، يعني رغم أنه إلى الآن حقيقة يعني أنا مثلا لا أتلقى أي تهديدات مثلا من الحوثيين أو مضايقة أو ما شابه، لكنها هكذا الآن الوضع، هكذا وضع مخيف، وضع مغلوط جعلت تتوجس على الدوام حتى وإن لم يهددونا بشكل مباشر، لكن النقابة مغلقة، زملاءنا كثير في المعتقلات، اشياء من هذا القبيل تجعلنا حذرين وتجعلنا حتى
امام قضيه زي قضيه محمد العبسي، لا نملك الان الا الحزب. ما الذي سنفعله يعني؟ كيف ممكن اثبات الامر؟ اين نذهب يعني؟ إذن محمود، يعني ما الذي كان يمثله محمد العبسي للصحافة والصحافة الاستقصائية بشكل خاص؟ محمد هو كان يشتغل على ملفات من قبل، هذا الملف الأخير هو دائما كان ناحية ملفات صفقات النفط، تخصص فيها كثيرا يعني من قبل، حتى ما أدريش يعني أنه محمد ركز على جهة معينة أو مجموعة تنتمي لتيار سياسي معين أو لمنطقة معينة. كان إلى حق الفاسدين من أيام من بعد 2011 يعني، ربما تخصص في هذا اكثر. الصفقات المشبوهه صحفي استقصائي معروف يعني، كانت صفحته مجار وكان تحقيقاته اقرب الى ان تكون وفاءت يعني. تصرف فيما بعد انه كان بصدد مناقشه قضيه كانت خطره فيها اناس يعني كبار والى اخره، لكن هل يمكن الجزم انه تم اغتياله هنا؟ هذه قضيه اساسيه في مناقشه موت محمد العبسي وقضية محمد العبسي إجمالا. هل يمكن إثبات أو أن أحدا ما قد أثبت أنه عملية اغتيال التسمم بالغاز يعني؟ نعم، لو لم يكن الأمر كذلك محمود، يعني لربما تركت النيابة لمسارها الطبيعي في التحقيق. يعني لما كل هذه المضايقات؟ لما كل هذه المماطلة؟ لما ينبش قبر محمد قبل يعني أسبوع أو 10 أيام؟ يعني الغموض الذي يلف القضية هو الذي يدعو لكل هذا التشكك. أنا أتفق معك، حتى رغم خوفنا ولو انني مثلا لدي تاكيد الان، انا ربما اتجنب قضايا اخرى لا اتكلم عنها الان من صنعاء، رغم انني حقيقه وهذه والله ليست فقط لكي ابرئ ساحتهم، على المستوى الشخصي لا اتعرض لاي مضايقات او تهديدات، لكن انا لست متاكدا من كون محمد قد اغتيل. الان لا نعرف من يلاحق محمود، يعني ربما لأنك لا تشكل خطر على أي من هوامير الفساد. يعني لا تنسى أنك مجرد أن رفعت صوتك في مسيرة الماء وقلت لن نترك إخواننا يموتون عطشا، تم اعتقالك يعني بكل بساطة. أيوة هي مش مسألة خطر يا آسيا بن حزم. والآن مثلا حتى أنه مثلا أنا بإمكاني أنتقد أي شخصية مثلا من الشرعية، أنتقدهم براحتي بالاسم وكذا، لا يمكنني هنا لأن يعني أمر واقع، لا يمكنني أن يعني أكتب مقالة ناقدة وعنيفة في شخص مثلا هنا الآن يديرون الحياة ومتمكنين مننا يعني، لا أستطيع الآن يعني، وإن كنت أحاول ما أستطيع أن يعني أقول وجهة نظري بالكثير من الشجاعة، لكني مجازفة على أي حال. أما فيما يخص محمد العبسي، النيابة معطلة، المحاكم معطلة أصلا، ومن يتحكم بها ايضا؟ انت لا تثق فيه، انت قد تشير اصابع الاتهام نحوه، فما لا يمكنك الاعتماد على ما ستقوم به النيابه يعني الان. مثلا لو قالت النيابه انه النيابه هذه الموجوده الان في صنعاء يعني انه قضيه تسمم عاديه من غاز وكذا، هل سنقتنع ايضا بهذا؟ ما فيش جهه محايده تحقق في قضيه محمد العبسي، جهه ممكن الركون على تقاريرها الى اخره. اما انه مثلا الان انه فقط لمن يشكل خطر من عدمه يعني، ماذا تريدون ان نفعله يعني؟ مثل احنا ننتحر يعني بانفسنا؟ لازم نموت على اساس نكون صحفيين شرفاء كلنا؟ ما الذي نفعله؟ احنا حاولنا ما لدينا والله، لم يعد هناك ما يقدمه الواحد، قد جازفنا باننا الشخصي وان بيوتنا وحياتنا ورزقنا، عايشين في داخل، عايشين في جو مخيف. نعم، إذن نسأل الله لمحمد العبسي الرحمة والغفران، ولكم بالصحة والسلامة ما زلتم يعني في دائرة خطرة. شكرا جزيلا لك محمود ياسين الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وأتمنى أنني استمعت إليك جيدا، كان هناك إشكالية في الصوت قليلا. أستاذ غمدان، لو عدنا إليك وتحدثنا عن مهنية محمد العبسي وما الذي تشكله في الصحافة الاستقصائية في اليمن؟ أولا ربما كصحفيين ندرك صعوبة الوصول إلى وثيقة معينة أثناء البحث عن تحقيق استقصائي. المرحلة الأخرى بعد الحصول على الوثيقة هي كيف تستطيع أن تحلل هذه الوثيقة، وكيف أن تصيرها أو تصبح هذه الوثيقة
مادة صحفية قابلة للنشر وقابلة للاستيعاب أيضا من قبل يعني القراء العام، من قبل القارئ العام وليس القارئ الصحفي أو القارئ المثقف. يعني محمد رابسي كان يستطيع أن يقوم بكل هذه الأعمال، لربما يعني كنا نصل إلى مرحلة أنه يتدفق بوثائق يعني لا نستطيع قراءتها كلها، وبالتالي يعني ربما نكتفي بقراءة يعني الملخص أو ما شابه. يعني كانت قضايا شائكة ومعقدة وكثيرة تفاصيل يعني هي ما يعني ما تدور في داخل تقارير وتحقيقات محمد رابسي. لو عدنا إلى يعني إلى قضية مثلا يعني الغاز المتسرب في محافظة مأرب، يعني ربما هذه القضية قضية مرعبة، ملايين يعني الأمتار المكعبة من الغاز يعني المتصاعد إلى السماء، واشتغل عليها محمد العبسي بشكل يعني موثق وبوثائق وبشكل ربما لم يشتغل عليه أحد من قبل، وتحدث عن شركة هنت أو أنفي وكثير من شركات النفط التي فتحت يعني أنابيب الغاز إلى السماء أثناء استخراجها للنفط، لأنه يخرج مع النفط أساسا غاز، ولكن الدول غالبية الدول تلزم شركات التنقيب عن النفط بأن يتم إعادة حقن الغاز إلى يعني إلى الأرض أثناء توقيع العقود، وهو ما لم تفعله يعني شركة النفط اليمنية أو يعني وزارة النفط أو الحكومة بشكل عام، وبالتالي يعني كان يتم استخراج النفط إلى هذه الساعة ما زالت الآبار مفتوحة في محافظة مأرب والغاز يخرج في الفضاء. يعني بل ما كان يعني تحدث في أحد تحقيقاته أنه يعني في يعني يعني كمية الغاز الذي يسرب في الهواء من واحد من حقول النفط يكفي لإدارة يعني المحطة الغازية في محافظة مأرب لمدة عام، يعني بنفس الفترة، يعني ما لا يوجد فارق. تحدث عن 92 مليون طن، وهناك تحدث عن 100 مليون طن يعني الذي تستهلكه محطة مأرب الغازية. كل هذه التفاصيل كان يعمل عليها عن 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 قدرة وإدراك وقدرة على إيصال هذه المعلومة. كل هذه الموجودة يعني ملفات موجودة اليوم وأرشفها في مدونة محمد العبسي، ويعني يمكن الرجوع لها كمدرسة، يمكن الرجوع لها يعني في غمنا نسمح لي أن نستغل بقية الدقائق التي لدينا بالحديث عن وضع الصحفيين الآن، من يقبعون في سجون الحوثي، وأيضا الصحفيين الذي تشردوا والذين فصلوا، الذين يعني أوضاعهم بشكل عام إلى أين يعني ستتجه برأيك؟ ربما الإشكالية اليوم نحن أمام يعني أمام واقعين، يعني واقع في العاصمة صنعاء وسجون واعتقالات واختطاف وبكاء لأمهات المعتقلين واعتصامات بشكل دائم. ودائما أنا أكرر ويعني في كل مناسبة وأحيي أمهات المعتقلين سواء صحفيين أو غيرهم، بإضافة إلى رابطة أمهات المعتقلين، هذه المنظمة الوحيدة التي ما زالت تستحق الاحترام في اليمن. وجه لها تحية خاصة اليوم في يعني بعد مرور يعني سواء عام على يعني على اغتيال الزميل محمد العبسي، وايضا على بقاء يعني واعوام على بقاء بقيه الزملاء في السجون. هذا الواقع المرعب في العاصمه صنعاء ايضا يقابله واقع مستفز في الطرف الاخر. يعني احنا نتحدث عن سواء وزاره الاعلام او بقيه الهيئات التابعه للاعلام في العاصمه عدن او في العاصمة الرياض، يعني يؤسفنا أن نقول هذا الكلام، لكن أنا أتحدث عن زملائي الذين يتضررون اليوم سواء في محافظة تعز، يعني عشرة الصحفيين منكوبين من المؤسسات الإعلامية سواء من مؤسسة الثورة أو مؤسسة الجمهورية أو الموظفين المفصولين من وكالة سبا اليوم. يعني دعيني أفصح لك عن قضية، يعني 38 الصحفي الذين يعني تم فصلهم، تم صرف 4 رواتب بعد متابعة سنة وبعد متابعة 18 شهر، والزملاء نحن نتابع يعني على الأقل أن يعاد هذا الراتب الذي يعني أصبح اليوم بمقاييس سعر الصرف هو راتب تافه، لكن يعني هناك أسر محتاجة لهذا الراتب، لأنه معظم الزملاء أيضا موجودين، ما زالوا معظمهم موجودين على الأراضي اليمنية، لم يستلموا رواتبهم بعد مرور يعني 18 شهر تم صرف 4 أشهر، واليوم لدينا توجيه من رئيس الوزراء بصرف 4 أشهر أخرى، ويعني والملف تائه في وزارة المالية. وزارة المالية تعمل بآلية يعني مفزعة، يعني مكتب صغير يتحمل كل مؤسسات الدولة ولديهم 4-5 موظفين، وأنت عليك أن تتابع وأن تستخرج هذا الملف، يعني إضافة إلى يعني كل هذه المؤسسات العاملة في الدولة. وتتحدث طبعا
وزير الإعلام جزيرة منفصلة لوحده، وكلاء وزارة الإعلام جزر منفصلة لوحدهم. وأنا أتمنى توجيه من رئيس الجمهورية لهؤلاء المسؤولين أن يتوقفوا عن الظهور يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أتحدث عن تويتر وفيسبوك، يعني أتمنى أن يتوقفوا لأنه أصبح الموضوع مخجل يعني. نعم. في الفعل أنا يعني مستفز، أنا يعني كأحد الناس الذين يعملون أو الذين وقفوا مع الشرعية ويقفون وسيظلوا يقفون مع هذه الشرعية، أتمنى ألا يظل هؤلاء المسؤولين يطلون علينا في وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغاتهم ومنشوراتهم ويعني وذلك التنظير الذي لا يجدي. نحن ندرك أنهم يعيشون ولديهم رواتب، لا يعني لا يمل لا 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 يعني ليس لديهم قلق من حياتهم الشخصية. وأنا أتحدث وأنا موجوع مثل عشرة الأسر الصحفية الموجوعة، سواء الذين في السجون أو الذين لم يتسلموا رواتبهم، سواء الموجودين في عدن أو في تعز أو في غيرها من المؤسسات. نعم، شكرا جزيلا لك غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله.